طيب الدكتور أشرف صبحي قال إنه ده وزارة الشباب والرياضة درست الموقف، شكلت لجان عالية المستوى، قدمت دراسات عالية البحث، واتسقت مع التوجه العام. طب التوجه العام وقتها ده يا جماعة للمحرضين ضد الأهلي، واتهامه دلوقتي إنه كان السبب في عودة الدوري في موسم كورونا عشان مصلحته. فالحقوا يا جماعة، الأهلي هو اللي عامل لكم الإجهاد ده. دي نغمة سايدة بقالها يومين ثلاثة في محاولة تجبيه، يحاولوا يعملوا جبهات بين الأندية ضد الأهلي ورابطة الأندية. خلافه مع رابطة الأندية أو مع الأستاذ أحمد دياب، كل واحد هو حر في علاقاته ومشاكله بأي طريقة كانت، لكن ما يخص النادي الأهلي والتحريض ضد النادي الأهلي واتهامه بيرجعنا إن احنا نفكر الجميع. دي كانت رغبة الدولة زي ما عبر عنها الدكتور أشرف صبحي، وزي ما تحدث عنها بشكل واضح وصريح وقتها المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. نفكركم بيه. مع المستشار، قرارات مجلس الوزراء النهاردة هي تطبيق فعلي وعملي لما تم الإعلان عنه من قبل؟ رئيس الوزراء كان في اجتماع لجنة الأزمات واضح وصريح النهاردة، وقطع يعني كل شك حول عودة النشاط الرياضي. رئيس الوزراء بالحرف الواحد قال أن عودة النشاط الرياضي بما يتضمنه من عودة المسابقات، وفي القلب منها من هذه المسابقات كرة القدم، يعني دوري العام لكرة القدم، هو قرار دولة، وعلى الجميع أن يلتزم بهذا القرار ويطبقه. طيب البعض بقى ممكن يقول لك انه عودة النشاط الرياضي والمسابقات هو يقصد الدوريات الجديدة، فبرضه وضح لي. لا طبعا، هو يقصد النشاط الرياضي في مجمله. الدوري القديم الذي لم يستكمل. وبطولة كأس مصر هذا العام التي لم تستكمل يتم استكمالها بالإجراءات الاحترازية اللي توافقت عليها وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة، مع طبعا الجهات الأمنية طبعا وموجودة في هذه الإجراءات وحاضرة. كل هذه الجهات توافقت على إجراءات احترازية سيتم تطبيقها الدوري المتبقي وكأس مصر أيضا، ويتم تطبيقها وتحسينها وتعديلها في الدوري القادم إن شاء الله في الموسم القادم. فرئيس الوزراء قصد كل المسابقات القائمة والمقبلة. واضح قرار دولة. وبذكاء كابتن أحمد شوبير يقول له تحديدا فيما هو من مواسم جديدة، قال له لا، استكمال المواسم القديمة بكل مسابقاتها. والتأكيد والدليل على أن ده كان قرار دولة يتسق مع استراتيجية محددة ما قامت به الدولة بعدها من استضافات عالمية، وحطت النموذج من خلال استضافة كأس العالم لكرة اليد عشان تقدم للعالم إحنا مش خايفين، وإحنا نعرف نتعامل مع الأزمات الصحية الدولية ونقدم لكم الحلول كمان. فالفقاعة بتاعة الصحية بتاعة كورونا هو اختراع مصري اتطبق في اليابان واتطبق في كأس العالم للأندية في الدوحة بعدها. هذا قرار دولة وخرجت منه الدولة منتصرة على مستوى الرياضة العالمية.